صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا مضى عالم صلى الله عليه تحت وبيتك المهيمن من خلد فعلياء تحتها النطق صلى الله عليه وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق صلى الله عليه فنحن في ذلك الضياء وفي النور سبل الرشاد نختلف صلى الله عليه قد درج على هذا السبيل خيار الأمة من قديم صلى الله عليه وأكابر أهل العلم من كل ذي قلب سليم صلى الله عليه ونزلنا لأذواقهم في عقود الحسان ونثروا جواهر معانيهم في بسط زيان صلى الله عليه فلخصوا سيرة وشمائل هذا العبد المحبوب في قوالب عجيبة تغسو الأفكار وتنور القلوب صلى الله عليه وسلم فمنهم الإمام الحاج الدمشقي والإمام ابن كثير والحاج ابن دحية وقد سماه التنوير في مولد البشير النذير صلى الله عليه وغيرهم كثير من الأئمة والأعلام وقد قال ابن الجوزي عن المولد أنه أمان ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام صلى الله عليه فيسر الله فيسر الله لعبد فيسر الله لعبد الفقير كتابة هذا النسر اليسير صلى الله عليه المولد وشمائل البشير النذير صلى الله عليه متقبلا على موائد أهل الكرم والشرف مبتديا بخيار الأمة وفحولها ممن سلف صلى الله عليه لعله يجد بذلك وصلة بالحبيب أو يشم من أريج عقله نفحة من طين صلى الله عليه فيغمس في بحره الواسع فيستجد من جواهره وذرره من كل متلائم لامع صلى الله عليه ولا تخيب يا رب رجاه ولا ترده حتى تمنحه فوق ما تمنى وتفضل يا رب عليه وتفضل يا رب عليه وعلى القارئين والسامعين والجميع المسلمين والمسلمين وامره بواسع الإفضال وارحم جميعا إلى أعلى مراتب الجمال اللهم صل وسلم في كل حين وحال على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحبه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قولوا رجعنا بكل خير قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم لولا لولاك يا زينة الوجود لولاك يا زينة الوجود ما
طاب عيشي ولا وجودي ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ولا ركوعي ولا سجودي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم يا ليالي الرضا علينا يا ليالي الرضا علينا عودي ليقضوا ومنك عودي عودي ليقضوا ومنك عودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عودي علينا بكل خير عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا صلى الله على النبي أمه وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله ثم الصلاة على نبينا ثم الصلاة على نبينا وآله ركعي السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم النبي الخاتم صلى الله عليه
صلى الله عليه وسلم. وكان الموفقون من البرية ينتظرون ظهوره وأمانا، صلى الله عليه. صلى الله عليه. توكدهم من سنة الغفلة وتحكوهم إلى اللحوق بصاحب اللواء والمقام، صلى الله عليه. وذلك لما أظلم وجه الزمان وزاد في الأرض الجهل والعدوان، صلى الله عليه. وعطى الناس إبليس وجنوده ومضوا على القمامه مولانا، صلى الله عليه. فعلوا في نواليهم المنكر وجلسوا فيها على الخمر والميسير، صلى الله عليه. وكانوا يرسلون على اخوانهم السرايا ويسرقون الاغفال ويأخذون السبايا، صلى الله عليه. ويتوفون بالبيت، صلى الله عليه. فأذن الله لبدر الكمال أن يطلع ليزيح الظلام وللمظالم يرفع، صلى الله عليه. وينشر علي الأخلاق والفضيلة، صلى الله عليه. ويبتلئ جذور المساوئ والرذيل، صلى الله عليه. فبه رضوى زانت الأرض وازدحمت وغبطت السماء وأشرف قدم عليها مشى، صلى الله عليه. فتقرب عليها الإله هي الأخرى وشرفها بوتأت قدم حبيبه ليلة الإسراء، صلى الله عليه. أسواد في شوق إلى أن يبتدره بالتكبير، صلى الله عليه. وماء زمزم يدفع أن يمس شفتيه ويرويه من سلسبيل، صلى الله عليه. وأحجار مكة لم تصبر عن السكون وهي ترى حبيب الإله، صلى الله عليه. وتكلمت بصوت مسموع وقالت السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك زائنا الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زائنا الأنبياء، أتقى الأتقياء، السلام.
واجب الكرامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك الله 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 سيدي وقرات عيوني الله 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 سيدي وقرات عيوني يا إخوتي عاونوني وبالنبي ذكروني إنسان عيني ونوني سيدي وقرات عيوني الله 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 سيدي وقرات عيوني لجئت بذكر محمد سنة دموعي على الخد ما طاوعتني جفوني سيدي وقرات عيوني الله 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 سيدي وقرات عيوني حبيب خلق التواضع بالليل ساجد وركع بخلقه بصيروني سيدي عيوني الله 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 سيدي وقرات عيوني يعطي عطا لا يبالي يرجع إلى البيت خالي كريم معطي معيني سيدي وقرات عيوني الله 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 الله
وعن ارتجاس الإيوان صلى الله عليه
سطيح أن ذلك علامة ظهور صاحب الهراوة والتلاوة والقرآن صلى الله عليه وسلم. قد كتب عامل كسرى إلى بعينيه بأن بحيرة ساوى قد غاضت، وجاء الخبر بأن النار التي كانوا يعبدونها في تلك الليل أطفئت صلى الله عليه، وقد كان لها 1000 عام لم تخمد، كل ذلك إعلاما وتعظيما لميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة غمرتها الألطاف الربانية صلى الله عليه، وحاطت بها العنايات الإلهية ولم تجد لحملها ألما ولم تشك منه علالا صلى الله عليه. ولما حال بروز سيدي بني نزار ضجت ملائكة الرحمن بالتسبيح والتمجيد والاستغفار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولاح للناظرين النجم المبشر بوجود صاحب المقام المحمود، وابتهج الوجود وولد خير حامد ومحمود صلى الله عليه وسلم. Sorry.
واشف في القلوب وارحم كل مسلم يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وانصر الحق واهله يا الله واكفي كيد الكفر واهزم يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي الله صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى خير من نبى وأحرم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلام كل حين يقول الهادي بن هاشم صلى الله على محمد صلى الله وعلى آل وصحبه رب المقصود تهمم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واجمع الشملة بأحمد خاتم الرسل المعظم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم تیری نسل پاک میں ہے بڑا بڑا
Jadi kita beruntung kita dihimpunkan bersama dengan ulama daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ana tidaklah sedikitlah. Nah, sedikit ambil seminit dua minit untuk ambil barakah guru insya-Allah. Dan semoga sedikit barakah ini jadi manfaat kita di akhirat nanti insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Semuanya untuk ana berkongsi atau pesan, kita ambil peluang di mana di akhir zaman ini terlalu banyak fitnah sudah menanda di antara kita semua. Fitnah-fitnah yang besar, fitnah-fitnah yang menyesatkan, fitnah-fitnah yang terlalu mengelirukan kita. Lalu tidak ada tempat lagi, lain lagi untuk kita bersama dan bergantung dan bersama kecintaan kita kepada mereka dan sehingga kepada Rasulullah. Cintaan ini Allah himpunkan kita bersama-sama nanti di akhirat nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah insyaallah semoga Allah beri kita hidayah dan petunjuk, Allah beri kita kekuatan insyaallah. Mohon maaf banyak-banyak dan qulu hadza astaghfirullah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya menterjem ada sini insyaAllah, tetapi ini mintaan dari Habib Ali untuk saya al-Fagir untuk terjemah. Tapi insyaAllah, mudah-mudahan Allah tolong saya dan antum semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فتحنا كلامنا بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبسملة لأجل تكون بركة في هذه الكلمة إن شاء الله. كامي مولا dengan الحمد لله dan salawat الحمد لله dan salawat ke atas baginda صلى الله عليه وسلم untuk menjadi berkat di majlis kita ini إن شاء الله. ثم بدأنا بالسلام وحصلنا وإياكم ثلاثين حسنة. السلام عليكم عشر حسنات. السلام عليكم ورحمة الله. 20 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 30 حسنة مباشرة في كل فرد منا. Kemudian saya ucap salam kepada semua. Kami semua dapat 30 kebaikan. Yang pertama assalamualaikum adalah 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20 kebaikan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. وهكذا ينبغي للإنسان أن يستفيد من هذه الحياة. Seperti itu wajib kepada insan manusia untuk mengambil faedah di hidup ini. Wal hayat qasira lakin barakatul umur idza marra al umur wa anta ta'i' lillah fa umruka mubarak. Dan kehidupan ini adalah pendek, tetapi orang yang dapat berkat di umur ini Allah Taala beri dia taufik untuk beramal. Qala Habib Ali barakatul umur li umrak madha wa anta ta'i'. Kata Habib Ali Muhammad Al-Habashi, berkat umur kamu ketika kamu selalu buat amal saleh di dunia ini. Wa idza madha al-umr fi ghayr amal saleh hatta walau 1000 sanah la fa'idah minha bal hujja 'alayh. Kalau umur kita ini lalu tanpa amal saleh, tak ada berkat di umur kita dan umur ini akan jeda, akan jadi bukti ke atas kita bukan kepada kita. Lidzalik ja'a 'an al-habib sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairukum man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu. Itu di hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu adalah seorang yang umurnya dipanjang dan amalnya di jadi baik. Wa mafhum al-mukhalafa li hadha al-hadis anna syarrukum man tala 'umruhu wa sa'a 'amaluhu li yadhib Allah. Dan difahami oleh hadis ini seburuk-buruk kamu adalah seorang yang umurnya dipanjang dan amalnya rosak atau tidak baik. Falasallallahu an yutil amalana fi husni amal. Kita berharap Allah semoga Allah Subhanahu wa taala untuk panjang umur kita insyaallah dengan amal yang baik. Nasallallahu yumin alaina wa alaikum bidzalik. Kita berharap Allah taala beri berkah itu kepada kita semua insyaallah. Alhamdulillah ala istima'ana fi hadha al-mahall al-mubarak. Dan kita bersyukur kepada Allah taala atas kehampuan ini. في هذه المدرسة المباركة. اسمع
مجلس تعليم نور الكتاب والسنة. لمجلس تعليم نور الكتاب والسنة. والحمد لله أن اسمها عجيب يعني، لأن الكتاب والسنة موجود، لكن من يقدر يأخذ نور الكتاب أو نور السنة؟ أما الكتاب والسنة موجودة. الحمد لله نعم، إني سنة عجائب كرنا كتاب والسنة يعني القرآن دان سنة حديث يعني أدر كتابي بجمانة cahaya نور cahaya كتاب دان cahaya السنة. وكل فرد يقدر يقرأ الكتاب والسنة. Setiap orang boleh baca kitab dan sunnah. لكن من يحوز نور الكتاب والسنة هنا akan tetapi siapa akan dapat cahaya Al-Quran dan Sunnah. مثل الذكر، الكل يقدر يذكر الله. Seperti ذكر الله juga. Setiap orang boleh berzikir kepada Allah. الصلاة كلنا نصلي. الصلاة juga setiap orang boleh salat. لكن سر الصلاة، نور الصلاة، بركة الصلاة، هذا المطلوب. Akan tetapi bagaimana rahasia salat, cahaya salat itu bagaimana? حتى الإيمان بأكمله. Sampai iman. الحمد لله مؤمنين. Kita semua mukminin. لكن هل ذقنا طعم الإيمان؟ Adakah kita pernah rasa manisan iman? قال الحديث صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم rasa manisan iman atau kelezatan iman seorang yang beriman berida Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, utusan Allah dan nahi rabbul Islam dan Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Hal dzuqna ta'mal Islam? Adakah kita pernah rasa manisan Islam? Hal dzuqna ta'mal iman? Adakah kita pernah rasa manisan iman? Dzauq qalbi ruhi. Ini adalah perasaan ruh dan hati. Amma dzauq al-lisan hadha jasadi kulluna nadhuq al-ta'am wa syarab. Adapun manisan itu yang atau perasaan yang zahir ini setiap orang boleh rasa. Hatta al-kafir yadhuq al-ta'am wa syarab. Sampai orang kafir pun boleh juga. Hatta al-jahil wal 'asi yadhuq al-ta'am wa syarab. Sampai orang jahil dan orang fasik atau 'asi boleh juga. Lakin man yadhuq al-ta'am al-ta'am dzaq ta'am ta'am al-iman. Tetapi siapa itu yang akan rasa manisan iman? Idza sabba al-insan qalbah dzaq ta'am al-iman. Ketika seorang cuci hatinya akan rasa ta'am al-iman. Idza zakka nafsah dzaq ta'am al-iman. Ketika manusia mencuci juga nafsu dia akan merasa ta'am al-iman. Idza tanawwara qalb al-insan dhaqa ta'am al-iman. Ketika hati manusia bercahaya dengan cahaya iman akan merasa ta'am al-iman. Idza tanawwara qalb al-insan. Ketika hatinya bercahaya. Bimala yatanawwara al-qalb. Dengan apa akan bercahaya? Bil Quran. Dengan Al-Quran. Bizikrillah. Dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Idza syi'ta yaqul Imam Al-Haddad idza syi'ta an tuhdha biqalbin munawwarin. Kata Imam Al-Haddad, apabila kamu nak dapat hati yang bersih yang bercahaya. Naqiyyan 'an al-aghyar. Ba'id 'an al-ashya' al-ghayr thayyibah. Qafi. Jauh daripada kegelapan-kegelapan. Fa'kis 'ala al-zikr. Maka beriktikaf atas zikrullah subhanahu wa ta'ala. Wajib dan lazim ala zikir. Maka selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabir alaihi fil zalami wa fil dhiya. Dan selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu siang dan di waktu malam. Fil zalam wa fil dhiya. Siang dan malam. Wa fi kulli hal. Dan di setiap keadaan. Bil lisani wa bil sirri. Dengan lidah dan dengan hati. Fa innaka in lazamtahu bi tawajjuhin. Apabila kamu munazama atau selalu bi'ibad sadiq ma tafakkar fi shay'in. Fokus untuk zikir tersebut kepada Allah SWT. Tawajjuh iqbal sadiq ma tafakkar fi shay'in. Tawajjuh dan tak fikir tentang perkara lain. Fa innaka in lazamtahu bi tawajjuhin bada laka nurun laysa kasyamsi wal maghrib. Akan kamu akan nampak satu cahaya Laisa kasyams wal badr, laisa kam asyams wal qamar. Matahari pun dan a'zamu ajal. Bulan purnama tak sampai jadi macam cahaya tersebut. Bal aqwa. Lebih daripada itu semua. Dan nur iman.
Karena itu cahaya dan iman. Hada nur akwan, hada nur iman. Ini nur cahaya atau cahaya yang zahir, tetapi itu adalah nur cahaya iman. Wa idza tanawwar al-qalb. Apabila hati kita bercahaya. Wa amtala qalbul insan nur. Dan dipenuhi oleh cahaya. Fa'ada nur 'ala al-jawarih. Cahaya tersebut akan sampai ke anggota-anggota kita. Fa asbah al-insan alladhi qalbuhu mal'an bin-nur kalamuhu munawwar. Sampai jadi seorang itu yang hatinya dipenuhi oleh cahaya. Bal, ha? Asbah kalamu munawwar. Kata-katanya semua bercahaya. Bal munawwir, yunawwir al-ghair. Akan beri cahaya kepada orang lain. Wa harakatu munawwara. Dan semua gerakan dia di dunia ini bercahaya. Wa syakluhu munawwar. Dan zahirnya bercahaya. Hatta alfaz nazaratuhu munawwar. Sampai sebutan-sebutan dia bercahaya. Fa idza nazara ila ahad ba'in al-mawaddah wa nawwarahu. Apabila dia melihat seorang atau pandang seorang dengan mata yang rahmati, dirahmati oleh Allah, dengan cinta, nur hada akan beri cahaya kepada seorang. Wa hadhihi faidat mujalasat as-salihin al-munawwarin. Ini adalah faedah dan manfaat duduk bersama seorang bercahaya dan bersama saleh. Tajlis ma'a salih. Kamu duduk bersama seorang saleh. Yanzur ilayk bi nazrah. Dia akan pandang kamu dengan nazrah. Yunawwir qalbak. Hati kamu akan bercahaya insyaallah. Wa idza nawwar qalbak, ايش معنى نور قلبك؟ Apabila hati kamu bercahaya, apa maknanya? Hasyahu wa mala'ahu bil iman. Akan dipenuhi oleh dengan al-iman. Wa bil yaqin. Dengan yakin. Wa bi jami' maqamat ad-din. Dengan semua kedudukan-kedudukan yakin. Bima la bi nazrah. Dengan satu pandangan. Minal munawwirin al-awliya. Daripada awliya-awliya Allah SWT yang bercahaya. La'adha yanzuru ilayna. Mudah-mudahan Allah SWT, mudah-mudahan mereka pandang kita. Lakin najlis ilayhim wa najlis fi majalisihim. Tetapi kita perlu untuk duduk bersama mereka. Wa nabhath anhum. Dan hadir majalis mereka dan cari mereka. Nabhath anhum. Kita cari mereka. Atibba al-qulub. Mereka adalah doktor-doktor kepada hati kita. Atibba al-arwah. Mereka adalah doktor kepada arwah kita, ruh kita. Atibba al-aisan. Lebih tinggi daripada doktor tubuh badan. Kauna ilajuhum yunfa'at fi dunya wal akhirah. Berobatan mereka ini akan beri manfaat kepada mereka kamu di dunia dan di akhirat. Amma atibba al-aisan yunfa'at fi jasad hala. Adapun doktor yang zahir ini akan beri manfaat sahaja kepada jasad atau badan. Mughaliban al-aisad al-aksar al-ummah ila al-turab. Dan semua jasad-jasad ini, badan-badan ini akan kembali ke tanah. Ila dud. Ke ايش الدود؟ ايش معنى دود؟ دود اللي يصبح جسم الإنسان دود يمشي. أنا بنتام كتير. بنتام كتير. فأغلب أجساد أغلب أجساد أهل الأرض هكذا تصير. Semua jasad di bumi ini akan jadi macam ini. Illa aisadil munawwirin. Malaikat jasad-jasad orang yang bercahaya. Al-anbiya. Seperti nabi-nabi. Wasyuhada. Dan syahid-syahid. Wa ba'd afrad min al-ummah. Dan golongan-golongan dari umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Misal alladhi yahfaz al-Qur'an wa ya'mal bih. Seperti orang yang menghafal Al-Qur'an dan amal dengan Al-Qur'an. Idza garan bayna al-ithnain, hifz al-Qur'an wa al-'amal bih, ma taqdir al-ardh ta'kuluh. Apabila dia hafal Al-Qur'an dan amal dengan Al-Qur'an, bumi ini tak berani untuk makan badannya. Wal mu'adzin al-muhtasib, yani lillah wa billah, la yamtari ajra. Dan seorang yang berazan kerana Allah, dia tak dapat gaji. 15 sana. 15 tahun. Ma'amwar, kif hada leh? Hada bahasul lak fayda kabira. ليس 15 سنة، ناس يدرسون في تعاليم تافهة من 10 سنين 20 سنة أو 15 سنة. المؤذنين أخذ بس شهادة أو سجل ينبغي تنقي 15 تهون أذان كرانا الله سبحانه وتعالى. وذا في ذكر الله 15 سنة. يعني سبوق دعان ذكر الله سبحانه وتعالى 15 تهون. ما تفوت صلاة. ساتو صلاة تأ تنقل صدقاً دلم جماعة. فإذا واظب الإنسان على الأذان 15 سنة ما تقدر الأرض تأكل جسده أبداً. Apabila seorang itu
melazimi diri untuk beradhan 15 tahun, jadi bumi itu tak berani untuk makan badannya. Wagala ba'dhum man yukthir as-salah 'ala an-nabi Muhammad. Ada yang kata dari golongan ulama, di antara mereka juga orang yang banyak berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Man yukthir, yukthir. Banyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti bi'alaf min as-salah 'ala an-nabi. Dia baca beribu-ribu selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli waqt, lahu lazim al-hisab, in hasabna ba'd wa in ma hasabna hu lazim, lakin fi kulli waqt. Atau dia selalu bersalawat ke atas baginda sallallahu walaupun dia tak kira berapa. Al hisab hadha la yuzbut waqtak, yuzbut al waqt. Kita kira sahaja untuk safe waktu kita. Falamma takun bi yadik masbah, subhanallah subhanallah. Idza waqaft al masbah, tisqit fak. Karena itu kalau kita bawa tasbih, kita akan ingat untuk berzikir kepada Allah Taala. Apabila kita tinggal tasbih itu, kita sibuk dengan perkara. Hatta ahyanan anta jalis tafakkir kan. Masbah alamak. Kadang-kadang kita duduk sahaja tak bertasbih, tetapi ketika tengok ada tasbih dekat kita, kita akan ingat untuk zikir Allah Subhanahu. Fatadhakkarakal maslaha bi zikrillah hatta wa in lam tahmilha. Tasbih ini akan ingatkan kamu untuk bertasbih, berzikir kepada Allah walaupun kamu tak guna. Bal ya'a fi ba'd al-akhbar anna man ittakhadha subha wa lam yusabbih biha katabahu Allah min al-musabbihin li'annahu ma akhadha illa bi niyyati at-tasbih. Datang dari dalam satu riwayat, tasbih itu walaupun kita berkhabar dari orang itu dengan niat dia nak tasbih, walaupun dia tak guna untuk tasbih, Allah SWT akan jadikan dia daripada ahli tasbih. Kerana dia tak ambil itu melainkan untuk berdekat kepada Allah. Apabila dia ambil itu dengan niat tersebut dan dia bertasbih juga, dia akan menjadi cahaya atas cahaya. Kerana itu para salihin ada banyak tasbih bersama mereka sampai jadi daripada golongan al-musabbihin, yaitu orang yang banyak berzikir kepada Allah. Mereka ini cari alat sahaja, cari satu perkara asbab untuk dapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Mana seperti ahli dunia ini selalu mereka ada hila untuk dapat dunia. Mereka ini cari bagaimana dapat pahala. Hatta ba'dhum lamma yamshi ila al-jum'ah ya'mal khutwa saghira qalilan ma yakbur al-khutwa. Mereka ketika pergi untuk salat Jumaat, mereka akan pendekkan langkah-langkah mereka. Kalau limana saghara al-khutwa, mereka orang tanya, kata, kenapa kamu pendekkan itu? Ya'a fi ba'd al-akhbar annahu idza tatahhar al-insan fi baytihi wa tatayyab wa ta'attar wa dhahab ila al-jum'ah wa kullu khutwa yuktubu Allah biha ajr 'amal sanah qiyam lailaha wa siyam naharaha. Kerana datang dari khabar-khabar atau hadis-hadis yang daripada Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu, tawadda wa tatahhar wa tatayyab, kemudian pakai wangi, wadhab yamshi, dan pergi jalan kaki, wa kullu khutwa, setiap langkah, yuktubu Allah lahu ajr sanah, akan dapat pahala satu tahun. Qiyam lailaha wa siyam naharaha, bangun malam dan puasa siang hari. Kull khutwa, setiap langkah. Min khutwa min sana. 100 langkah 100 tahun. Al khutwa 1000 sana. 1000 langkah 1000 tahun. La ilaha wa hakala. Sekian. Fadlullah wasa. Pahala Allah Taala adalah luas. Fayanbaghi al-insan yafakkir fi kayf yaktub al-thawab li ajli al-akhirah. Karena itu kita kena fikir bagaimana kita dapat pahala dan di akhirat. Walhamdulillah nahnu wa iyyakum fi hadhihi al-mahalli.
المحل المبارك هذا، نسأل الله ينورنا وإياكم بنور الكتاب والسنة. dan alhamdulillah kita berada di tempat yang penuh barakah ini. mudah-mudahan Allah Taala mencahayakan kita dengan cahaya Al-Quran dan cahaya Sunnah. وفي شهر ربيع الأول. dan di dalam bulan Rabiul Awal. حيث بارز الحبيب صلى الله عليه وسلم. bulan yang Allah menjadikannya kelahiran baginda, waktu baginda sembahyang. Alladhi bihi amanna. Yang Nabi SAW yang kita beriman kepada. Wabihi arafna al-Islam. Dengan Rasulullah SAW kita kenali al-Islam. Wabihi arafna Allah. Dengan Rasulullah SAW kita kenali Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kunna min ummatih. Dan kita menjadi daripada umat baginda SAW. Alhamdulillah ala hadhi ni'mah. Syukur kepada Allah SWT atas ni'mah yang besar ini. وهذه نعمة من الله أن نكون من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أدلة ست نعمة لربا الله تعالى أن تمجد كتاب لربا أمة صلى الله عليه وسلم. والحمد لله نحن في آخر الزمان من أمة النبي. الحمد لله كتاب ولكن في آخر زمان تبي مسيح نجي لربا أمة بجند صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أن الحشم على فيكم رسول الله، في كل وقت فيكم رسول الله. الله سبحانه وتعالى bagi tahu kita Rasulullah adalah bersama kita atau di dalam kita. فمن كان فيه سنة النبي كان فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد. Siapa yang melakukan sunnah baginda SAW jadi cahaya Rasulullah berada dalamnya. ومن كان في نور النبي محمد فيه سر من أسرار النبي محمد. Siapa yang ada cahaya Rasulullah صلى الله عليه وسلم jadi rahasia Rasulullah ada dalamnya. فلذلك كان السلف يواظبون على السنن والآداب. Karena itu salaf salih kita selalu melakukan آداب dan سنن سنن سنن. وفوق ذلك أفضلنا الحبيب سبحانه وتعالى ذرية الحبيب صلى الله عليه وسلم. dan keturunan baginda صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذرية الحبيب جزء من الحبيب. dan keturunan baginda صلى الله عليه وسلم adalah bahagian daripada baginda صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول لمن لم يحضر وقت الحبيب محمد apa seolah-olah orang yang tak hadiri ya zaman Rasulullah SAW, Nabi SAW beritahu dia inilah keturunan aku di zaman kamu. Fas'ada marbuta bil habib Muhammad wa bi dhurriyyatihi. Bahagia itu dikaitkan dengan mahabbah al habib SAW. Wa dhurriyyatihi. Dan dhurriyyah keturunan baginda SAW. Wa sunnah. Dan sunnah baginda SAW. Wa adabu. Dan adab baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Kul hadi marbuta bih sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini tergantung dengan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika sudah dua irtibat bil habib, sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu nak hubungan yang kuat dengan Habib sallallahu alaihi wasallam, maka melakukanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam di dalam pakaianmu, di dalam cara makananmu, di dalam cara minumanmu, dalam cara tidurmu, salatmu, ketika bangun, ketika jalan kaki. Amdal hadhihi al-mawalid wasafa lana al-habib sallallahu alaihi wasallam fiha. Di dalam maulid ini, kitab maulid ini ada sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsan an-nas khalqan wa khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat dengan akhlak dan tubuh badan sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an. Dan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam diambil daripada Al-Qur'an. Qimatuhu al-ghufran yani akhlaqu wa tabi'atuhu al-ghufran yaghfir liman asa'a li. Ghufran. Di antara akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam selalu maaf. Fi kulli man 'amila su'an. Kepada setiap orang yang buat salah kepada dia. Hasakat. Sampai orang kafir sehingga orang kafir. Kafir 'amila su'an ma yajazi. Walaupun seorang kafir dia buat tak baik kepada Rasulullah, Rasulullah akan maaf. Ma'amilu bimithli al-ma'amal. Rasulullah tak bergaulan dengan dia dengan cara yang sama. Ma yudrubu wa la yusubbu wa la yustamu wa la yudabu. Tak pukul dia, tak mencela dia, tak mencaci dia. Si matuhul ghufran. Sifat baginda sallallahu alaihi wasallam adalah keampunan. Yansahu lil insan. Selalu memberi nasihat kepada manusia. Dan sallallahu alaihi wasallam sifatnya pemurah, selalu memberi ihsan kepada orang lain. Dan selalu kalau ada
satu kesalahan Nabi SAW. Kesalahan itu berkaitan dengan diri sendiri, diri Rasulullah. Rasulullah SAW akan maafkan. Ini adalah akhlak baginda SAW. Jadi kita perlu untuk ikut ni yang semua. Min afdal al-a'mal an yabit al-farj minna wa minkum ma fi qalbi shay' ala ahad. Di antara amalan-amalan yang terbaik, kita tidur dan tidak ada dalam hati kita apapun dari dosa. Hatta afdal min kathir min as-siyam wa as-salat. Lebih baik dari banyak daripada banyak bersalat dan banyak berpuasa. Antana kull laila wa anta ma fi qalbik ala ahad. Tidur setiap malam dan hati kamu adalah bersih, tak ada apa-apa dalam hati kepada manusia. Kalau boleh kamu tidur seperti keadaan ini. Kalau boleh kamu tidur setiap malam macam ini. Kalau boleh kamu tidur dengan keadaan ini setiap malam, kamu akan mati dengan keadaan ini insyaAllah. Selepas panjang umur insyaAllah di dunia. Apabila kamu mati, meninggal dunia dengan sifat-sifat ini, Allah Ta'ala akan beri kamu husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita dan beri syafaat kepada kita dan jadikan kita insyaAllah dicinta oleh Rasulullah dan mengumpul kita bersama Rasulullah SAW di dalam mimpi قبل الموت dan sebelum tidur, dan keluarga kita dan anak-anak kita dan isteri-isteri kita dan sahabat-sahabat kita semua. Berharap daripada Allah Subhanahu wa Taala tidak ada seorang dari kita ini meninggal melainkan sampai mimpi Rasulullah SAW. Nabi SAW beritahu kita apabila kita mimpi Rasulullah di dalam tidur akan jumpa Rasulullah SAW. أصلح ذات بيننا
اللهم كما جمعتنا في هذا المجمع المبارك من اجل جلال مولدي وشمئز حبيبك المصطفى نسالك ان تجعل كل واحد منا ظافرا بحقيقه محبته في خير من بهذه الاكتفاء اللهم ما جمعتنا الا بفضلك ولا احفظتنا الا بداعي عنايتك فنسالك ان تجود علينا بمنك وثورك ربنا نحقق من خير ما سالك منه عبدك ونبيك وتعذنا من شر ما تعافك منه حبيبك وصفيك اللهم كفر عنا الذنوب والاوزار واستر علينا غيثك من دراك ولا من نحوك داد إسرار لنا جميع الأوطان ولعلينا الأخيار وصرف عنا الأشرار خلنا الجنة ونجينا من النار اللهم بحق نبيك سيدنا محمد الكريم ومن جمعتنا لقراءه جمائله الزكيه نسالك بهذه الساعه المباركه نظره رحمانيه لنا ومن حضر مجمعنا وشيخنا وازينا اولادنا والامه المحمديه كوننا بها الذنوب فهلنا بها القلوب توصلنا بها بالحبيب المحبوب بالظاهره والخفيه اللهم انا نسالك ان تعود اليك بنبيك محمد النبي الرحمه ان ترشدنا بهذه الساعه رضوانك الاكبر وأنتم علينا برافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير البشر خير مستقر اللهم إنا نسألك أن لا نقوم من هذا المجلس إلا قد غفرت ذنوبنا عيوبنا كشفت قلوبنا حققت مطلوبنا اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد اللهم ادفع عنا فتن المفتونين عجل بهداية الضالين نور بعلم قلوب الجاهلين اهدنا جميعا الحق المبين ثبتنا عليه وحققنا بحقائق الدين وفقنا حب المسلمين اجمعين ألزم قلوبنا الإيمان الكامل واليقين زينا بالشفقة والرحمة للضعفاء والمساكين اللهم ارحم اخواننا المسلمين في كل مكان وامرهم بفائضات الجود والامتنان وادفع عنا عنهم كيد النفس والشيطان والاهواء المضله وكيد الاعداء من الانس والجان اللهم انا نعوذ بك من فتن اخر الزمان وافتراق الاخوان تضليل الامه وتسليط الاهواء وتحييش الشيطان اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله بحقائقها متحققين اللهم تعالى حكام الدنيا لا اله الا الله اللهم تعالى حكام الدنيا لا اله الا الله بحقائقها متحققين بطريقها سالكين مع خاص المؤمنين اللهم انت ملاذنا فليس لنا ملاذ سواك انت حسبنا فلا تخيب من رجاك انت ربنا فليس لنا اله سواك أنت إلهنا ولا نعبد إلا إياك نسألك أن تسكننا أعلى فراديس الجنان مع كل أوان من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب وفعلك لك وابين وذريات أحبابنا إلى يوم الدين آمين اللهم آمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين سر أسرار الفاتحة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وتوفنا مسلمين وصل بذلك على اشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله kita sudah sampai ke akhir majlis ini dan kita bersyukur kepada Allah Taala dan semoga Allah Taala terima amalan kita yang semua insyaallah amin ya rabbal alamin dan minta maaf kalau ada apa salah dan silap dari terjemah saya dan terima kasih banyak jazak
jazakumullah khair kepada Habib Ali bin Abi Bakar bin Syekh Abu Bakar dan Ustaz Abdul Hakim dan Habib Muhammad Al-Jufri dan kumpulan Qasidah Jemaah Da'wah Islamiyah. Jazakumullah khair dan terima kasih banyak juga kepada semua Muhammad bin Ali bin Abi Bakar juga ada bersama di sini. Ana Habib Ali juga dan jemaah yang hadir semua yang satu persatu muslimin muslimat nasehat Allah Subhanahu wa taala ibunna wa iyyakum ajma'in amin amin ya rabbal alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi insyaallah hari Isnin akan datang kita berkumpul insyaallah di sini dan berjumpa di sini insyaallah di selalu di Rabiul Awal setiap hari Isnin ada maulid di sini insyaallah dan tausiah insyaallah taala selepas Rabiul Awal kita akan baca tiga kitab fikih dan hadis dan tasawuf insyaallah taala semoga Allah beri kita taufik istiqamah insyaAllah ta'ala nasallahu taufiq lakum ajma'in semoga setiap orang hadir pada ini setiap kali insyaAllah pulang insyaAllah ke rumah dengan cahaya Rasulullah dengan insyaAllah pahala yang tinggi amin amin ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin jazakumullah khair. Kita kita apabila kita mimpi Rasulullah di dalam tidur akan jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallu ma yumun alaina bidzalik wa yukrimna min ahlihi Allahumma ajina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa Allahumma fi man tawallaita. Nasallu Allahumma lana wal hadirin ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sa'atan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawfiqan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfirah ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amana min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa rizqan min al-nar. اللهم اسعدنا والحاضرين وتولنا والحاضرين وفينا وصائب الدنيا والدين واجعلنا قرة عين سيد المرسلين اجعل هذا المجلس مبارك يا رب العالمين نورنا والحاضرين بنور الكتاب والسنة نورنا والحاضرين بنور آداب النبي محمد نورنا والحاضرين بمحبة النبي محمد حتى تكون أنوارنا ظاهرة إن شاء الله تعالى نحفظ الله بها الإيمان فينا وفي أهالينا وأقاربنا أجمعين اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة تولنا في كل حال من الأحوال واحفظنا اللهم من أحوال أهل الضلال ومن فتن الزمان يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولما عزت أوصت أوصاف الحبيب على أن تحصرها الأقلام وتحيط بجزء منها العقول والأفهام اكتفيت بذكر هذا النذر اليسير من كمائل وأوصاف البدر التم والسراج المنير وفي هذا المقام فرأيت الذلة والالتقام متوجهين إلى ربنا الكريم الوفاق. اللهم ها نحن بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. اللهم وقد ارتفعت العين إليك فلا تردها صفرا حبنا من لدنك إقبالا وقبولا ولطفا وصبرا وشكرا. اللهم لما شعثنا واجمع الهدى كلمتنا وعافنا واعف عنا وألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا. اللهم كما جمعتنا في هذا المجمع المبارك من أجل إكرام مولدي وشمئيل حبيبك المصطفى نسألك أن تجعل كل واحد منا ظافرا بحقيقة محبته وفي خير من بهذه اكتفى. اللهم ما جمعتنا إلا بفضلك ولا حفظتنا إلا بداعي عنايتك فنسألك أن تجود علينا بمنك وثورك قبلنا نحيط من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وأسعدنا من شر ما سألك منه حبيبك وصفيك. اللهم كفر عنا الذنوب والأوزار واستر علينا غيثك من دراك كل من نحوك داد الإسرار لنا جميع الأوطان ولي علينا الأخيار واصرف عنا الأشرار غنى الجنة ونجينا من النار. اللهم بحق نبيك سيدنا محمد الكريم ومن دمعتنا لكرة جمعيته الزكية نسألك بها الساعة المباركة نظرة رحمانية لنا ومن حضر مجمعنا وشيخنا وأزينا أولادنا والأمة المحمدية كوننا بها الذنوب طهننا بها القلوب توصلنا بها بالحبيب المحبوب بالظاهرة والخفية. اللهم إنا نسألك وتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أن نرشد هذه الساعة رضوانك الأكبر وأن نمن علينا برافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير البشر وأن نمن في الدوس الأعلى خير مستقر. اللهم إنا نسألك أن لا نقوم من هذا المجلس إلا قد غفرت ذنوبنا وغفرت عيوبنا كشفت كروبنا
حققت مطلوبنا. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد. اللهم ادفع عنا فتن المفتونين، عجل بهداية الضابطين، نور بعلم قلوب الجاهلين، اهدنا جميعا الحق المبين، ثبتنا عليه وحققنا بحقائق الدين، وفقنا حق المسلمين اجمعين، ألزم قلوبنا الإيمان الكامل واليقين، زينا بالشفقة والرحمة للضعفاء والمساكين. اللهم ارحم اخواننا المسلمين في كل مكان، وامرهم بفائضات الجود والامتنان، وادفع عنا عنهم كيد النفس والشيطان والاهواء المضله وكيد الاعداء من الانس والجان. اللهم انا نعوذ بك من فتن اخر الزمان وافتراق الاخوان، تضليل الامه وتسليط الاهواء وتحييش الشيطان. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله بحقائقها متحققين. اللهم تعالى أحكام الدنيا لا إله إلا الله، اللهم تعالى أحكام الدنيا لا إله إلا الله بحقائقها متحققين، بطريقها سالكين، مع خاص المؤمنين. اللهم أنت ملاذنا فليس لنا ملاذ سواك، أنت حسبنا فلا تخيب من رجاك، أنت ربنا فليس لنا إله سواك، أنت إلهنا ولا نعبد إلا إياك. نسألك أن تسكننا أعلى فراديس الجنان مع كل أبواب، من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وبارك عليك وابينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. آمين اللهم آمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رحمة العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. سر أسرار الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مسلمين، وصل بذلك على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله kita sudah sampai ke akhir majlis ini, dan kita bersyukur kepada Allah Taala, dan semoga Allah Taala terima amalan kita yang semua insyaallah. Amin rabbal alamin. Dan minta maaf kalau ada apa salah dan silap dari terjemah saya. Dan terima kasih banyak, jazakallahu khair, kepada Habib Ali bin Abi Bakar bin Syekh Abu Bakar dan Ustaz Abdul Hakim dan Habib Muhammad Al-Jufri dan kumpulan Jazira Jemaah Da'wah Islamiyah, jazakallahu khair. Dan terima kasih banyak juga kepada semua Muhammad bin Ali bin Abi Bakar juga ada bersama di sini, Ana Habib Ali juga, dan jemaah yang hadir semua yang satu persatu muslimin muslimat. Nasallahu subhanahu wa ta'ala ibunna wa iyyakum ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Insyaallah hari Isnin akan datang, kita berkumpul insyaAllah di sini dan berjumpa di sini insyaAllah. Selalu di Rabiul Awal setiap hari Isnin ada maulid di sini insyaAllah, dan tausiah insyaAllah ta'ala. Selepas Rabiul Awal kita akan baca 3 kitab fikih dan hadis dan tasawuf insyaAllah ta'ala. Semoga Allah beri kita taufik dan istiqamah insyaAllah ta'ala. Nasallah taufiq wa majma'in. Semoga setiap orang hadir pada ini dan kita berkali insyaAllah pulang insyaAllah ke rumah dengan cahaya Rasulullah, dengan insyaAllah pahala yang tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.